قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم إن الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي هدفها الأساسي خلال الفترة المقبلة هو تنمية المجتمعات المحلية وتعميق اللامركزية. يتناول موضوعات في غاية الأهمية تتمثل في محاور رئيسة، وهي قضية إدارة الشأن الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية لدول القارة الأفريقية من خلال الجزء المتعلق باللامركزية وتعميق اللامركزية على مستوى الدول الأفريقية. كذلك الأمر إدارة الشأن المتعلق بتحقيق الحوكمة لكل ملفات إدارة الحكم المحلي. نيجي بعد كده لقضية في غاية الأهمية وهي تعظيم سلاسل القيمة من خلال تحقيق الأمن الغذائي المتكامل.